دي شعبك يا أمضى بين لو مشي كري بوه هذا المنطقة أنا سمع لأن قام جدي هذا قوم تشت لكن دي جان نذي ذا أردن واحد شو قاعد يدك قرن كاتشوجا كجيس كجيس عيدك قرن كاتشوجا فقف قاعد عض هايست عدنا ما بريه تد كان عض بي هايستان عض بان هايستنا عدنا بري ما إنه عدنا وضع فريسان ما إنه عد أركو إذا متلاتي دي جان كأركو إذا أنا قن أرك ما إنه ما أنت هاي تاريخه تهاي طبعا كي بيشي سجالات لبق كون يلبي يلواتن وأنا كسر عنها هاي حالنا بارلمان كجود جمهورية الصومال وحن ربنا إن المطر أنا هل كان كجورهم فسحي لجلي وحيالها أن سوا رجني حالة دي كلا قد سنيد يوحي كشرتي دي كان ذي أنا كسر بحني مركوهرة وحنو نهاي حلبانه كوتشو عط شعب مثل الشعب كسو شيء ذي ديجانو إن جودهان يجار هامبا إن رنوهان تي ديجانة ذي أنا كسو شيء ذي كن ستيون سي يجاها وحا كتير تي أما أنا صارق ناي أبار بحسن ورنتي أباهن كورقب كده يلا سعد كده إن ألكن وحن تشوجنا أما شخصيا مر كان لو كانوا يردين هان مدة سنة يو شم بلاد ملا هاس بان كوسو كان هاي أما كم ده هان شاه بارلمان كاتم هوريد السومالي مدة داس وحنو جيد جابن يجيد در ميت كستا وكرناي حالة ديجان كه الباب كستا أو أي كحرنتو أنو قرعني رنهانتي كحل بانا هان وحنو آمن سلنا هاي مانتا إنانا وحبها كرانين وحبها كرشاعي إنانا إنا قوشرين أن ديگان كي آنو كرنمين وينا صادرين وحنو صادرين سومالي لان وحي ديگان كا كغمغنا إنانو كرهادينو وحن روينا المانتا هالكن إذي كاعد ديو مددا سنت كي شنطة بلادة حقوق الديجانك متلات دود انت با جيت كست يا جلوك كست وين ولا تجنين لكن واحد نوين عدنا جهاز غدا نوين ان واحد ربع مركا هنا وعد يومان تهلك بلشدي يعني كسيو تشيدني الديجانك قبل كبو هاللي هذي عدنا صادرتين وهذا عيال يلا صادرتين عيالية دي عاد نوصو ديرتين وحبا إذين كما حينو حا مدبداً لغو سعو العليح اللي بان ندم حيو هاللوائن وديقان كغو هاللوائن قفكم مركا او شغا هاي شغا كترو شغا داسو انتا عيدين عنو دعاسو دي هذا المالي لكن مركا شغا دو صورنا ما تاما وحي آد كس سميرتو اما آدو حوية قعان تاكو صوركتو ام بي هذا اللي هذا ان انا اقو ما انتو حانو يذين عدينانا حدي عاد نديرتين او عاد عيالية نو ديرتين عيالية دي آد نو ديرتين وحبا إذين كما هينو وحبا إذين كما هينو حلي بانكو أود دي أولي يهي وحا لغو سو غرورن كلا صد حمبا لغو سو غرورن كلا حلي بانكو ماركو رفولين ماها حلي بانكو واشرع دي تي وادوا قلي وحوي وا 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 بلشادة وحا كمقن إن لو حد لو أولي بلشادة وحا سا كمقن وحان سو مراي وأن هذا الرائد نو فسح هذا ارتكايم الديجان ذي وحن صومري الديجان كذن انت على هل آثار أو سومالي لان لجوب أورانك آثار تاسا سومالي لان لذا الديجان كاس وكتشتو انت عير هذا الجبر ما يرد على قبطي وحوي فرقو تريسكا مويا هنا وح كل أورانك الديجان كاس آثار بكلية متر هذا أيضا تاع تورشدي عنو قلاي هذا أمي تاعي هذي متقانا محن كل شجع عيدا تاعي يا هذي خرج تاعي بقى ده أنا جاي سوق ابني وحن لو سوق وحن دلالك أنت اللي جو سمينين إن متقانا دت كان حقوق ذا إليهين أو أي سن عدنا قدام فندين عدنا كبر يهين أي هلا إن مدة ده سبحان كده بتشوقني وده بتعجنين أرنتا متقانا ديجانك أرنتي ديجانك أنا وحبي ذين كما هينو
xukuumadda hadii ay joogtana arrinka iyada waa ka gaabsatay si hoose iyo si dhow iyo si kore intaba wala hadalay laakiin dhig jalaq waa sii weyday insha Allahu ta'ala waxa weeye waana idinku soo noqonana waa idin imanana talaanu idinku la soo noqonana waxa weeye cidna ma taqaana maxaan ku sheeg qofku hadduu cod haysto cidna ma baryo dadkan cod bay haystaan cod baan haysanaa cidna bari mayno cidna u daba fadhiisan mayno cidda arki weyda matalaadi deegaanka arki weyda annaguna arki mayno inahaasan ma taqaana kusoo gabagabaynaya somalilan waa joogtaa deegaanka waxa weeye ciidanka qaranka ee jooga waa ciidanka qaranka ee somalilan waa ciidankii deegaanka u dhashay waa ciidanka runahaantii runta markaan ka hadlo haddaan xaqiiqada iyo runta wax walba laga hadlo waxba maagaagaan haddaad horay u maqasheen maamulkan soomaaliya ee puntland baa wuxuu maraa itoobiya soo maro oo soo goosta tigid itoobiya soo goosta waa ciidanka ay ka goostaan tigidka ka goostaan ee itoobiya ka soo maraan waa ciidanka xadka xula waa ciidanka mataqaanaa eeriyada buuhood la xidha deegaankiisa iyo amnigiisa waa mas-uulka ka ah ciidankaas runtii wuu dayacan yahay garaam iyo waxa weeye waxa garaam iyo mushaahar waxaan ahayn u guuraa ma jiraan darajo ma helo gaadiid ma helo waxa weeye taakulayn kaloo gaara ma helo haddana intaa wuxuu weliba muddadaas taagnayd waxay ugu soo dhibrinayeen oo ugu soo adkeynayeen inay mataqaana maxaan kuu sheegaa deegaankooda iyo dadkooda iyo dalkooda ilaashadaan that's way iyadoo ay taasu tahay waajibna wada saaran haddana waxa weeye daryeelkii ay lahaayeen ee saxda ahaa reality ma helaan marka dee xaqiiqada aynu ka hadalo ilaahay ka sugowdi mataqaana maxaan kuu sheegay dalka waxaa ka mas-uulay madaxweynaha ka mas-uulay madaxweynaha kor iyo hoosba wa ugu sheegnay madaxweynaha kor iyo hoosba waa ugu sheegnay xaaladda deegaanka ka taagan waa u sheegnay waxa weeye ciidanka iyo arrimihiisa waa u sheegnay wax walba uu ka warqabaa waxa weeye dee fulinta madaxweynaha isagay la taallaa sida uu ka yeelo unbay fulinta noqonaysaa marka waxa weeye waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala waxa weeye wax walba waqtigooda waa imanayaan buuhooda waxaa si rasmiya u maamula ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan baa si rasmiya u maamula waxba mataqaana maxaan kuu sheeg sheegasha waxba ma sheegto laakiin gacan ku haynta deegaanka marka laga reebo magaalada buuhoodla gudaheeda oo dee shacabka iyo ummadda been looma sheegi karayo buuhoodla mataqaana somalilan gacan gudaheeda uguma jirto laakiin deegaanadeeda oo dhan waxaa jooga ciidanka qarankaa jooga ka gees ciidanka qarankaa jooga waxa weeye iyana insha allahu tacaala dee waxa weeye cidda markaa xukunka joogta talada dalka haysa baa siyaasadeeda iyo waxa weeye qaabka aygu hawlgeli lahayd laga rabaa iyada unbay mataqaana maxaan ku sheeg u taalaa qaabka aygu hawlgeli lahayd dowladnimada laga sheekeeyaana sideedaba waa qori sudhiib weeye ninba meel buu keenaa meel buu ka dhaqaajiyaa waa un mataqaana maxaan kuu sheegaa sidaa weeye laakiin mataqaana sida runta waxa weeye buuhooda majoritigeeda waxaa jooga ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan baa jooga anaa idiin xaqiijinaya anaa wada